وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي سيحاسبون على هذا الأمر، قتل نفس، قتل نفس هذا. والآن الذي يحدث في أوروبا وأمريكا والصين وغيرها من هذه البلاد، الوأد عندهم رمشة عين، أكثر من 40 مليون نفس توأد في كل سنة من هذا الإجهاض الذي يستبيحونه. هذا الإجهاض أكثر من 40 مليون في كل سنة وأد للنفوس، ليست من أعمال الجاهلية، الجاهلية اليوم أشد، الجاهلية اليوم أشد في إحصائيات الغرب، وليست إحصائيات، إحصائيات الغرب، أن الإجهاض 40 مليون نفس في كل سنة تجهض، هذه ستسأل يوم القيامة، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت.